كما قلت التهديد سبق احداث. تعالوا بقى ناخد كده ثمرة او حصاد تهديد داعش، وهو استهداف الاقباط في العريش. لما نسمع ان من سنة 2011 بالتحديد يوم 28 يناير 2011 اللي هي مسمى بجمعة الغضب، تفجير كنيسة مرجرجس برفح، والذي حتى يومنا هذا تم تفجيرها أكتر من 7 مرات، وأي حد يروح هناك يلاقي خراب خراب وآيات قرآنية وتهديدات للنصارى والشهادتين على جدران ما تبقى من الكنيسة. 7 تفجيرات في كنيسة واحدة. إلى أي مدى هذه العقلية؟ وإلى أي مدى هذه الـ 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 هذا الشر داخل قلوب هؤلاء؟ بالإضافة لنياحة أبونا مينا الشيروبيم، ومؤخرا كان أب كاهن آخر في نفس الكنيسة، ومرورا بقى بواحد اسمه عم لمعي، ده كان أول شهداء العريش تم فصل رأسه عن جسده وأضعه على منتصف الطريق، ومرورا بذلك وذلك. وثم نصبح اليوم على 6 حالات ذبح الأقباط بشع جدا داخل مدينة العريش فقط. أول حالة كانت ليوسف وائل يوسف، ده من أسبوعين اللي احنا أعلنا عن استشهاده ب3 طلقات، كان 30 يناير اللي فات ودخل متجره. ثم حالة دكتور بهجت وتم قتله بالرصاص، وده طبيب في العريش في 12 فبراير اللي فات. وبعد كده تم استشهاد عادل شوقي، وده الشهيد التالت، وكان يوم 13 تاني يوم على طول فبراير، واطلاق رصاص في رأس من قبل ملثمين في حي السمران بالعريش، وده كان عامل بسيط بيعمل بجريوم يعني. وتم بعد كده قتل جمال توفيق في سوق الخميس وفي وسط المدينة في العريش، وده كان 45 سنة، واطلقوا عليه النار وأدى ذلك إلى مصرعه، وهو كان مدرس ولديه محل أحذية، وللأسف كان هذا على مرأى ومسمع الجميع في منطقة سوق الخميس المزدحمة دون أن يعترضهم أحد، وأمام زوجته أثناء عمله، ما أسفر عن مصرعه في الحال متأثر بطلق ناري في الرأس، ضرب يعني رصاص يموت على طول مش يهدد. ثم طبعا كلنا يعني اصطدمنا بحادثة استشهاد رجل اسمه سعيد حكيم حنا 65 سنة، ونجله مدحت 45 سنة تم حرقه حتى تفحم جسده. احنا كان عندنا الصور وتم نشر بعضها على الفيسبوك، لكن يعني مراعاة للوضع الإنساني والبعد الإنساني بنمنع ان احنا نظهرها على شاشاتنا، عشان يعني تألما يعني المشهد البشع اللا إنساني من هؤلاء المجرمين. للتعليق على أحداث تهديد الأقباط واللي تم تهجير بعض منهم، ووصل حتى الآن 30 أسرة إلى مطرانية الإسماعيلية وتم استقبالهم وما إلى غير ذلك، لأن هيكون في استنزاف للأقباط خلال الفترة الجاية، فالبعض بيحاول يتجنب هذا بالنزوح والهجرة القسرية من العريش. للتعليق على ذلك معنا الأستاذ والناشط الحقوقي الكبير أستاذ هاني الجزيري، رئيس مركز المليون لحقوق الإنسان ومعلمي في مجال حقوق الإنسان، ده بدون أي تردد أعلن ذلك منذ سنوات طويلة داخل مكتبه في شبرا، وله أبعاد كثيرة حول ما يحدث للأقباط وله حلول أيضا، لكن للأسف الدولة لم تأخذ بها. أستاذ هاني الجزيري مساء الخير. إزاي حضرتك ومنورنا دايما. الله يخليكم وشكر على التقديم اللي انا ما استحقهاش في الاول. لا انت استاذي وانا اعلن ذلك امام الكل. الله يخليك حبيبي متشكر. استاذ هاني انت اكيد بتتابع طبعا ما يحدث في العريش، عايز اخد منك رد فعلك ايه وتصورك لما يحدث ايه وابعاده ايه، هتوصل لحد فين؟ هل هيتم تصفيه الاقباط من العريش ولا الدوله هتتدخل؟ انا نظري ان الاقباط يمشوا من العريش، ما فيش اي مشكله ان احنا نهجر الاقباط من العريش مؤقتا ينزلوا السويس والاسماعيليه لغايه لما تنتهي الموجه دي. بس هو هنا لازم نخلي بالنا من بعض النقاط. اولا التهديد اللي عملوه داعش والشريك التسجيل اللي عملوه هم بيحققوه،
وهم كانوا مرتبين له واثقين من نفسهم تماما في هذا الكلام. تمام. وداعش بتحارب مصر في سيناء، يعني ده امر منطقي جدا وواضح، وبقاله سنين يعني بقاله اكثر من سنتين ثلاثه مستمر من ساعه حكم السيسي وهم بيحاربونا رسميا في سيناء. الموضوع بقى مش موضوع داعش بس. وبعدين داعش على فكره ما بتقتلش المسيحيين بس، هي بس حاولوا ان هم يزعزعوا النظام بقتل الاقباط بالذات عشان يحصل قلق في الداخل، لان قتل الجنود والشرطه ما بيعملش نفس الهزه اللي بتحصل في قتل ابرياء مش حاملين السلاح اولا، نمره اثنين انهم اقباط ثانيا، يعني بتعمل بلبله في الداخل وبتعمل بلبله كمان في البلاد المحيطه. انما طول ما هي الحرب ما بين الجيش والشرطه واخد بال حضرتك، فهي حرب عادية وما بتمنعش وما بتأثرش على السياحة وما بتأثرش على العلاقات وما بتأثرش على التجارة. الوضع الطبيعي ان هناك حرب في سيناء بين الجيش والشرطة وداعش، انما لما يقتل واحد مسيحي يعملوا مشكلة كبيرة. داعش بقى جت منين؟ داعش وده كلام على مسؤوليتي، ويعني بعد تفكير عميق. اتفضل. داعش اصلها غزه. وعلى فكره حماس بالتحديد يا استاذ هاني. طبعا غزه هي حماس، هي غزه خلاص راحت دلوقتي. غزه راحت. ليه مش عايزين يستبدلوها بسيناء؟ طبعا هم 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 يعني مقتنعين ان هم هياخدوا سيناء لحسابهم، وبناء عليه ان اي حاجه بتحصل طالعه من غزه، وما زالت الانفاق موجوده، ده لسه مكتشفين نفق عظيم كبير جدا ما بين غزه وسيناء. فهم مصرين على الموقف وهم بيساعدوا داعش، قال مش بيساعدوها هم، داعش دي جزء منهم او هم جزء من داعش. فواضح ان غزه خطر حقيقي على مصر. يعني ربما تكون داعش متمركزه في ليبيا، واخد بالك، بس ليبيا بتقاوم معانا. وحفتر بيساعد الجيش المصري، ومن الجيش المصري بيساعد حفتر في القضاء على الارهاب على حدود مصر وليبيا. لكن غزه او حماس بتغذي الارهابيين في سيناء، سواء بقى كانوا بيت مقدس او داعش او اي تسميه، عناصر واسلحه، لكن ماليش في شيء، عتاد مادي وعتاد بشري، بالظبط كده. النقطه الثانيه ان ما زال هناك اولا في حدث جديد حصل، طبعا انتوا عندكم فكره عنه، النهارده الساعه 9 بالليل قتلوا واحد اسمه كامل روماني، ده الحاله السابعه حضرتك. لسه دلوقتي فبلاقي ساعتين، واخد بال حضرتك، ده الحاله السابعه في اسبوعين بس. واحد اسمه كامر الروماني ده فناني، ده مش حاله السابعه، ده قتلوا كامر الروماني وقتلوا ابنه وقتلوا بنته. يا نهار ابيض، واخد بال حضرتك. ايه ده؟ لان البنت تقريبا كان جاي، ايه الناس دي؟ ده لوح حجريه. لسه لا لوح حجريه ايه؟ ده لو الحجر هينطق يا راجل. دي ناس ما عندهاش اي، يعني ما فيش بعد الحجر بمراحل. في كامل روماني برضو عمره حوالي 50 سنه، تم قتله من ساعات قليله بالنار وحرقوا بيته برضو، وهي نفس السيناريو بيتكرر. وهم بيستغلوا الغريب يا استاذ هاني ان هذا يحدث في العلن، في سوق، في متجر، في بيت وسط مدينه العريش، يعني وفي عز النهار او في عز الظهر، يعني معلن، وبيضربوا النار وبيقتلوا وبيمشوا، محدش بيتوقفهم، لا شرطه ولا جيش ولا شعب. يعني ايه ده؟ اللي بلغ امبارح على 4-5 قاعدين في عربيه، لو اتكتل عليهم الناس وخدوا منهم السلاح وضربوهم ولا مسكوهم وقبضوا عليهم، طب ازاي يخشوا العربيه وسط مدينه العريش اساسا، والجيش والشرطه فين؟ الأكمنة دي منتشرة في الصحراء وسايبة المدينة، مش معقول. يعني بأي عقل، تدار الناحية الأمنية داخل هذه المدينة؟
بقت بقى ما بقتش عريش يعني، دي دي ما بقتش عريش يا استاذ هاني، دي بقت عريشستان زي افغانستان. طبعا طبعا. ازاي؟ استاذي فاضل عايز اقول لك حاجه، ان امبارح الشرطه جت تطلع، واخد بالك، في جار مسلم لسعد حكيم راح يبلغ، قالوا له احنا دلوقتي الوضع خطر لان في حظر تجول، واخد بال حضرتك؟ في ناس اعلنت النهارده ان الطبيب الشرعي يتوجه للعريش، الكلام ده مش مظبوط، والجثث ما زالت في العريش لغايه دلوقتي ولم تنتقل. حتى انا بسال بقول لهم المفروض كانت الجنازه النهارده في السويس بتاعت سعد حكيم وابنه مدحت، للاسف انما الجثث لم الاحرق تنتقل. وتفحمت جثته. ايوه هو سعد كان جوه جثته ما اتحرقتش قوي، عشان كده الصوره مش، انما ابنه تفحم ابنه تماما، مدحت تفحم. ضربوه على الباب. ضربوه على الباب وهم مناظر صعبة. أنا بره شخصيا المستهلبين. امتنعت إن أنا أنشرها على الفيسبوك لبشاعة الصور. الغرابة إن الناس دول قرايب واحدة شغالة معايا اسمها حنان، صحفية. أعرفها. حكيت القصة بالظبط. لا أنت مثلا ما شفتهاش، يمكن كنت سافرت. إنما هي قريبتهم، وهي أساسا حنان من العريش ساكنة هناك يعني، كمان هي هنا هم هناك. لا حنان بيتها بس في وسط العريش. طب واحدة زي حنان كده دي ينفع المشكلة ترجع إن تاني في الظروف اللي احنا فيها ديت؟ لا، هي حنان قاعدة هنا مع جوزها، هي اتجوزت وقعدت في مصر، لكن إنما انا اقصد خلافها يعني الاباط اللي بيخرجوا دلوقتي من العريش تحت اي ظرف عمل او غيره، او زيارة لاهلهم او غيره، يقدروا يرجعوا العريش دلوقتي؟ اعتقد الموضوع صعب، مستحيل. إذا كان احنا قاعدين نطلع الأباط اللي هناك نطلعهم بره. وبعدين الناس اللي قاعدة تقول، الناس اللي قاعده تقول البابا يروح يعمل قداس هناك، والسيسي يعمل ما اعرفش هناك، ده كلام عن جهي، ده الكلام ده كلام، مش مظبوط، ده كلام عنتري، ده لا كلام لا ايه؟ لا لا لو ايه احنا لا يعقل يعني، لا يعقل اتفضل بالظبط كده يا عم. روح انت صلي نسيب هناك، اي لو كلام ونقوله اللي يقولك كده قول له روح اطلع اطلع انت على هناك صلي وشوف بقى شيء غريب يعني. انت ان بتطلب البابا يروح يصلي. ازاي الكلام ده يعني؟ يعني وزير الصحه مزايدات فين؟ ولا مزايدات مزايدات. اذا كان الجيش مش مسيطر وبيهربوا منه وبيقتلوا فيه، ونبعت البابا ونبعت السيسي ونبعت كلام من غير ايوه بس منطق. يعني، انا بس من رايي ان احنا نرحل المسيحيين لفتره لغايه لما ننتهي من القصه دي، ومن رايي يعني كمان الموضوع ان ممكن يكون اشبه يا استاذ هاني باحداث نكسه، فتم ترحيل المصريين من منطقه السويس او القنطره والحته ديت لاماكن ده يطلع امنه فيه شويه، وبعد كده بالظبط بعد ما تم حرب بالظبط اكتوبر تم ارجاع الاسر دي مره اخرى الى منازلهم. انت قصدك الموضوع يكون اشبه بالظبط. بذلك يعني. ما فيش مشكلة إن هم ينزلوا ويجوا في فلسطين هنا لغاية ما تنتهي الحرب دي، إيه المشكلة؟ أنا مش عارف يعني، مش شايف إنها مشكلة، بدل ما أموالهم بتضيع وبيوتهم بتضيع وأرواحهم بتضيع، طب وليه؟ طب وليه؟ لا نيجي نستقر شوية هنا لغاية ما تنتهي الغمة اللي هناك دي، وياما حصل الحكاية دي قبل كده. إنما طب نحط مين كده اللي يسأل على وبعدين الوضع نتفرج. دلوقتي في العريش؟ يعني الوضع المتدهور دوت، وعربيات دفع رباعي بقى وفيها جواها محمله 4 ولا 5 أشخاص ملثمين ولابسين شرابات مقطعه في وشهم ومعهم أسلحة ومحدش بيعترضهم، ده مين المسؤول عنه؟ مين مسؤول هو عن امبارح الوضع ده؟ اللي اتحكى لي في السنه دي، اللي اتحكى لي ان كان في 3 هم اللي هاجموا البيت، وكان في عربيه مليانه بره مسلحين كانت مستنيهم بره، 3 وبرضه كان رموا نفس الوضع المهمه ده بالنسبة لوائل، قالوا 3 نزلوا من عربية داخل متجره قدام زوجته أطلقوا عليه 3 رصاصات نار. طب ما هو أنا عايز أفهم بس، ودول طب أوكي الشعب هو غلبان ومش هيقدر يتعرض لهم، إزاي أخش أنا وسط مدينة بمر على كام كمين أنا عشان أخش وسط مدينة وأبدأ أعمل حاجة زي كده وأطلع منها بدون ما أتمسك ولا حتى أي تعرف أنا مين؟ يا ساعات البيبي بيطلعوا لك من نفق، بيطلعوا لك من بيخترق الحدود وسط للحرس المدينة يا بتاعه، أستاذ هاني، وسط واخد بال سوق حضرتك؟ الخميس. أنا زرت العريش من سنين، سوق الخميس ده سوق حيوي جدا، والناس اللي في غزة نفسهم بيجوا يتاجروا ماشي، فيه من كتر زحامة المكان. معايا المشكلة الستات بقى ان اللي في السوق ده غزة اللي في دليل فلسطين التاريخي. بيجوا يبقوا يبيعوا صابون وحاجات فيه، فالسوق كبير. متخيل الناس تخش ما جوه هو ده السوق ده يأكد تقتل الكلام واحد يا قدام أستاذ زوجته هاني، وتخرج سالمة آمنة؟ ما هو ده اللي يأكد الكلام،
يا بيه هم لو وصلوا هنا هيضربونا في شارع فؤاد، فاهم؟ بس هم ما بيقدروش يوصلوا هنا، طب انت عارف ايه هم اللي يحزنني بيعدوا اكتر يا في استاذ هاني؟ المبنى انت يخشوا عارف ايه اللي بسرعة. يحزنني اكتر؟ يحزنني اكتر لما انت لما تسمع خبر ان تم نزوح الاسر لمطرانيه الاسماعيليه او مدينه السويس او وات ايفر لمدن تانية او محافظات تانية. تبقى المصيبه اكتر ان المحافظات دي كمان لا تشمل امن. يعني انت شايف ان بقيه مصر، بقيه القطر المصري امن؟ مش امن. اللي بيحصل ما دي نقطة اللي سيئة أنا بيحصل كنت هكلمك اللي فيها. بيحصل في العريش شبيه اللي حصل في اسكندريه ذبح حبيبتي، شبيه اللي حصل في اسيوط ذبح حبيبتي، شبيه اللي حصل في مصر القديمه ذبح حبيبتي، شبيه اللي حصل في المنوفيه في تلة وسط الدلتا ذبح حبيبتي وزوجته. ما هو مصر مش كلها امنه كمان. لو احنا عندنا مشكله في العريش، لا احنا عندنا مشكله في كل مصر. والله انا غلطان. لا هي معلش انا اختلف معاك في الحته دي. هي العريش طبعا يعني اكثر خطرا، وفي الداخل بيبقى فيه صعوبه، واللي بيحصل في اسكندريه وفي اسيوط دي من ناس مصريين متطرفين، فاهم ازاي؟ ناس مصريين متطرفين. وعلى فكره طب ما انت كنت لسه هكلمك في النقطه دي، من دواعش مليون مصر. مين اللي خرج امبارح ورا عمر عبد الرحمن؟ ايه؟ مين اللي خرج ورا الشيخ ده في عمر حد عبد ذاته الرحمن؟ مهزلة. مين مهزلة، دول؟ عربية إسعاف من دول الدولة مصريين؟ تحمل جثمان إرهابي. لا 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 لا، هو مفيش اي حاجه من الدوله تقدمك لهم. عربية إسعاف أنا شفت بنفس دي ناس الصور. عاديه، يبيع عربيه الاسعاف اتاجرت عادي، لا مش دي، ده الدولة هي اللي اتاجرت. متكفلة بيها. لا لا لا، مفيش الكلام ده خالص، مفيش الكلام ده خالص. هي الجثمان وصل لان ده مصري والمفروض ما يقعدش في امريكا، ودي قوانين امريكا. خد بالك، توفى رحلوه على بلده، استلموه وخلوه على. وطبعا انت عارف ان مندوب الرئيس بتاع امبارح عمر ده عبد طلع الرحمن كذاب واتقبض عليه. احد رؤوس الافعى الشيطانيه المسماه الارهاب في مصر. طبعا طبعا شيء حقير جدا ومتطرف جدا، وتشوف بقى الناس اللي طلعت وراه. وفي ناس بتقول لك الدولة بتستدرجهم يعني ومتابعاهم، عايزة تشوف مين اللي خرج ومين اللي عمل. ده أمر يحزنني الصراحة، موضوع عمر احزن عبد الجميع. الرحمن. يعني احنا وطبعا برضو هقولها كده، هقولها بالبلدي، واحد زي وائل ولا سعد حكيم ولا ابنه مدحت اللي تتفحم، ولا اللي لسه كامل روماني وابنه وبنته، دول لما بيستشهدوا جنازاتهم تبقى عامله ازاي بقى؟ احكي لي والله. يا دوبك صلاه جناز وياخدوهم بسرعه على المدافن قبل ما حد يقتل بقيه العيله. لكن واحد زي الارهابي عمر بالظبط، عبد الرحمن وبيعترضونا يتعمل الجنازة له بتاعهم كانوا مسيره بيعترضونا. جنازيه وبفخر يقول لك الشهيد عمر. شهيد ازاي ده؟ واحد عنده 90 سنه مات موتة ربنا، بيتحدوا الدولة ليه؟ شهيد ازاي ده؟ هم كان بياكل بيتحدوا الدولة، ويشرب وينام هم وياخد ادويه بيتحدوا وصحه الدولة. وعلاج على حساب امريكا طول السنين اللي فاتت ديت جوه السجن. معزز مكرم ومات موتة ربنا وعنده 90 سنه يقول لك شهيد. ده ايه هي الناس دي؟ واي عقليه واي الدولة ميزان بيحكموا بيه مسؤولة، الحياه؟ الدولة بتبقى مسؤولة، فلازم تقوم بواجباتها. واخد بال حضرتك؟ ده سجين لازم نعالجه، لازم نعمل، لازم نسوي. مات لازم نرحله على بلد. مصر لازم تستقبل الجثمان، انا السجن اعلم ذلك، لكن اللي هو عمر عبد الرحمن او الاستقبال غيره. نفسه والمسيرة اللي اتعملت له انما تظهر الاستقبال مدى الشعبي هو داعشية في المشكلة. الافكار اللي في مصر طبعا وبشكل معلن. طبعا. والشماتة، والشماتة. لا ده انت لما تسمع ان في ناس ماتت في العريش بتلاقي ناس شمسانة هنا، دي مشكلة تانية. لا فاحنا في دواعش كتير، احنا في عايزين أفكار نعمل حاجة. متطرفة كتيرة، احنا حلنا الوحيد، عشان تعرف كمان الضغط اللي موجود على الدولة. حلنا الوحيد يا استاذ هاني بصراحة ان احنا نستعوض ربنا في الاجيال اللي احنا عايشين معاها ديت لحد ما نشوف اخرتهم ايه، ونبدأ بقى ها لو عندنا امل نجيب العيال اللي لسه بترضع دلوقتي نعلمها ثقافة قبول الاخر والتسامح. ده لو في امل في البلد يعني، وهي دولة مدنية زي ما بيدعى. لكن احنا خلاص احنا فقدنا الاول واستعوضنا ربنا في اللي موجودين، الاجيال اللي موجودة دلوقتي دي كلها اجيال داعشية فكرا وثقافة وتنفيذا كمان.
كانش مستبعد شوف ان حضرتك، ان 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 حتى انا لما ان قيل فعلا حقا ان داعش تشمل 30% منها عناصر بشرية مصرية الجنسية، شيء خطر منتشرين بقى على يا المستوى ريت العالم. اللي اعلنوا عن نفسهم دواعش دي مش مشكله، المشكله في اللي في القاعدين في وسطينا بالظبط وبكلهم داعش، بالظبط. هي دي المشكله الاساسيه. هم اللي عملوا في المنيا الحرائق دي مين؟ ها؟ هم اللي منعوا بناء الكنيسه مين؟ هم اللي بيقفوا وبيحرقوا بيوت المسيحيين في صمالوط مين؟ ها؟ فهو نفس الفكر، هو نفس الوضع. فاحنا هي دي المشكله الثانيه، انه لو انت عايز تغير زي ما بتقول كده وتخلق اجيال جديده، مش بالكنيسه والجامعه، بالثقافه والتعليم. انا مش متفائل خالص بحكايه اخلاقنا دي اللي هم عاملينها الازهر والكنيسه، ده كلام فاضي معاهم بيت العيله قبل كده، وكان يعني عمم انا عمم بس سيء. بتترص جنب بعض يعني، ما لناش احنا، ما لناش اللي احنا نشوف دوت فعاليته على ارض الواقع عامل ازاي، جوست لقطة تلفزيونية وشكرا لا على كده. تنتظر منه شيء. وعلى فكره واحنا مش كنا انتظرنا اخلاقنا دي حاجة من اللي بيت كانت العيلة، عاملها قبل كده عمرو خالد. احنا كنا انتظرنا حاجة من بيت العيلة عشان ننتظر من اي حاجة تانية، من منشأة من الازهر او ما انا بقول لك عشان كده، يعني لو كان بيت العيله فلح كان دي فلحت. دي حاجه، الحاجه الثانيه مش اخلاقنا دي اللي كانت ماسكها عمرو خالد، فاكر؟ وعمل لها دعايه و و و طيب ازاي بقى عمرو خالد بقى يمسك لي حاجه زي كده وبعدين يمسكوها للبابا بشكل اظهر؟ تمام؟ وبعدين ما احنا عارفين الحساسيه اللي موجوده ما بين الرئيس السيسي وما بين شيخ الازهر. الرئيس صرح بيها لما قال له تعبتني يا مولانا، ولا تعبتني يا فضيله الامام. يعني دي كلمه خطيره جدا، خطيره جدا، لان يعني برضه شيخ الازهر مش قادر يغير الافكار. واخد بال حضرتك؟ حتى لو كان في نيته التغيير، المقاومه من الداخل صعبه. وعشان كده لازم نعرف ان المقاومه ضد السيسي كتيره جدا. فاهم؟ وعشان كده لابد ان احنا ندعمه اكتر. مش نقول بقى بص مش عارف يحكمها، بص مش عارف ما اعرفش ايه، بص ما اعرفش حاجه، لا بص ده كان الراجل بيتحارب في هو ده جمهوره. برضو كان متضمن الفيديو بتاع اكتر داعش حاجه ان هم موجهين رسالة قوية للسيسي، وعلى حسب وصفهم يعني للموالين للسيسي ومنهم الاباط يعني، وبالتحديد البابا تواضروس. طبعا هم بيعتبروا ان من غلطهم هي، واخد بالك ازاي؟ وده فيها شيء من الحقيقه، لكن في ورد مسلمين كتير ما زالوا موجودين، واخد بال حضرتك؟ ومؤمنين بثوره 30 يونيو، وهي ثوره 30 يونيو ما كان اول اهدافها القضاء على الارهاب. تمام. طيب مش كده برضه؟ اكيد انا والقضاء على الاخوان. مش هشبع من رؤيتك ومن تحليلك المنطقي جدا للاحداث وتتابعاتك المستمره ليها يا استاذ هاني، وان شاء الله هكون على تواصل دائم بخصوص ما يحدث في مصر، واتمنى ان شاء الله يكون القادم افضل يعني. واشكرك جدا على يا رب يا رب، مشاركتك معانا وتحليلك المنطقي جدا لما يحدث في العريش. أشكرك وسلامي لكل الزملاء عندك، وسعيد بسمع صوتك. أنا أشكرك جدا، وشرف ليا يا أستاذ هاني دايما سمع صوتك أنت وتحليلك المنطقي. أستاذ هاني الجزيري رئيس مركز المليون لحقوق الإنسان، كان في تحليل ودراسة يمكن متأنية شوية ودقيقة لما يحدث في العريش، وكان توصيته أن يتم بس نزوح بعض الأباط في الوقت الحالي من العريش لمدن آمنة حتى يتم تثبيت الأمان وتطهيرها من الإرهاب، ثم رجوعهم مرة أخرى إلى منازلهم وأعمالهم في القريب.